أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عدن. صار الصوت الإلهي قائلاً: آدم أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله، ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال، يحاولون الاختباء، ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25، مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير، في اليوم المهيب: أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا، نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون وأن دخول الملكوت بعيد عنا. لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت، تستنير أذهاننا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار. يقول الرب: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال: أين أنت بين هؤلاء، عن اليمين أم عن اليسار؟ فأين أنت؟ إزيك يا ست كاملة؟ عاملة عليك؟ نشكر ربنا الحمد لله. إزاي صحتك؟ نشكر ربنا الحمد لله. قوليلي بقى، احكي لي قصة تعب ولادك الكبير يعني ولا التانيين؟ احكي ولادك كلهم، احكي لي من اول الكبير. الكبير زي ما تقولي خلص دبلون، كنت خطبه له يعني وراح عندوز ودايبال كل حاجه، في راح ابعد عنك دايما اسكندريه، تعبان يعني نايم على طول. رحنا عرضناه للدكتور، قال لك لا ده على طول على الغسيل. ده وهو بعد ما خلص دبلوم تجاره ما كانش باين اي حاجه، اي حاجه، وغاب راح اسكندريه، غاب 40 يوم وده وما فيش حاجه، بس ما تعرض على الدكتور راح قال ده غسيل كلى.
قاعد يغسل 8 سنين. وكان كان اتجوز بقى في الوقت دوت ولا وقفت بقى القصه؟ ووقفنا الديزه وعطونا ذهباتنا ونشكر رب. وكمل غسيل 8 سنين. 8 سنين يغسل. طيب وحصل له ايه من الغسيل الثمان سنين؟ ولا شوفيه تقولي ما يغسلش، يعني كان حلو من دول خواته هو. في يعني كان برا ودابد عنك في صيامتك ده هو يوم يوم الدمعه بتاع الكبيره. مستنينا ايديا وابوه الصوم الكبير يوم الجمعه العظيم. ايوه دفن يوم سبت العزر. طب من ايه حصل له كده؟ وجع في السك. ما فيش اي حاجه؟ ما فيش حاجه. وما كانش عليه غسيل، ده يوم الدمعه مفروض عليه الغسيل يوم السبت. يوم الدمعه بره. يعني كانت وفاته بسبب حاجه تانية خالص؟ فيش حاجه حاصله فيه، ده هو قال لك سكته قلبيه. وكان هو صغير وقتها طبعا، ده يمكن مثلا ده عنده 24 سنه. 24 سنه بس. ادي ايش عماد، ربنا يسندك ويعزيك فيه. اشكر ربنا الحمد لله. واه شنوده يعني كان يغسل عماد واتاه العين، دارنا به الدكاتره يعني من البلد. ده شنوده اخوه الاصغر منه اللي فوقيه. اه دارنا يطلع سنتين ولا حاجه بقى على المستشفيات. طب هو كان تعب، عمره كام سنه شنوده؟ من 15. عمره 15 سنه ابتدى يتعب. غسل من 15 بس. يعني زي ما تقولي كان عنده 13 سنه والمرض خش في جسمه. طب كان بيحس بايه او كنت يعني كان بيقول لك انا تعبان بايه؟ كان وشه يتنفخ. رحنا للدكاتره قال لك الكليه متورمه، الكليه مفريه زي كده هو. في كان يعني يخوفونا الدكاتره. طب وكان في السنتين دول كان بياخد علاج للكلى ولا؟ كان يدونا علاج للكلى. يعني وما عمل ما فيش اي تحسن ولا بعدها. تحسن. قعد سنتين يتعالج. وبعدين ابتدى بعد كده يغسل كده. ايوه غسل على 16 سنه. طيب وهو في تحسن دلوقتي؟ لا، ما الكليات بايظين بدعنكم الاثنين، يعني الكليات بتوعهم متدمرين. طب ايه الضرر اللي يعني الضرر اللي هو بعد الغسيل 6 سنين؟ يعني ايه اللي انت حاسه ان هو ما تقدمش؟ لانه لازم تقري كليه انها تعمل له زرع كده. ايوه. ايه الضرر اللي حسيتي ان هو صابه بعد الغسيل دوت؟ ايه يعني؟ يعني هو ايه يعني هو تعبان بحاجه؟ ايوه في الحركه بتاعته. ده كذا مره نحذوه في الرعاية. بسبب ايه بقى؟ سبب الغسيل. عندنا نبطات القلب شديد. يعني ما يروح ويدي يعني ينزل السلم ولا كده هو. يعني حجزناه كذا مره في الرعاية في المستشفى. طب اقدر اكلمه؟ هاي. طيب انت حاسس بايه دلوقتي؟ اقول لك حاسس بايه؟ 20. اقول لك حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ تعبان في ايه؟ هو مش سامعني. طيب هو موضوع السمع دوت عنده من يعني من ضعف غسيل. السمع من الغسيل؟ من الغسيل. يعني دي مش كانت حاجه عنده من الاول؟ لا، ده دي قله السمع من كتر الغسيل. اقول لك طبعا هو دلوقتي سنه حاجه و20 سنه. مش بيقدر طبعا يشتغل ولا اي حاجه خالص. لا هو بس ينزل السلم ويطلع. الحمد لله نشكر ربنا. مش بيقدر ينزل السلم. يعني قبل اخوه يتوفى باسبوع كان حادثه في الرئه. كان تعبان من النبضات ضربات القلب سريعة ومحبوس فيها. دي يهديك كل حياته ان هو بيغسل 3 ايام في الاسبوع. يتحجز في الرعاية. طب وهو نفسيته عاملة معاك ايه في البيت؟ يعني ما تقدرش تتكلم، يعني نفسيته تعبانة معايا. يدي من الغسيل ما فيش حاجة، من حيطه نص يتخنق. ليه؟ ان ده تعبان. كتر خيره. وبيوافق انه يروح يغسل كل مره في ميعاده؟ لا، ده اليومين اللي هيفوهم يغسل السبت ويغسل الاربع ويغسل الاثنين. يعني غسله السبت دي كنا تعبانين عشان في يومين عدوا من الاربع. والدك الميه يشربوا، والميه انا ما عملوش حمام ميه. في الميه تخزن تحت صراصيرهم في وشهم، يبقى وشهم متنفخ. هذا اليومين الصعبه بتوع الغسيل. طيب ونسمة بتشتكي من ايه؟ نسمة دي برضه معاها تقول لك قلبي، لما تحس ان دايما الغسيل تقول لك قلبي وجعني.
من كتر الغسيل ولا من قلته؟ لا من الغسيل. من الغسيل. وديتها برضه للدكتور عطاها علاج للقلب. طب ممكن تقولي لي يا نسمة انت تعبتي بايه بالاول؟ ايه التعب اللي انت حسيتي بيه يا حبيبتي؟ هتقول لك ايه اللي تعبتي بيه من الاول؟ بحس ان انا وجعانة. مش متوتره ما اقدرش اخد نفسي. يعني انت اول ما تعبتي خالص كان جسمك بيوجعك. يعني انت امتى قلتي لماما انا تعبانه؟ حسيتي بايه عشان تقولي لماما انا تعبانه؟ عشان توديكي للدكتور ونشوف فيه كلى ولا فيه ايه؟ حسيتي بايه؟ كنت بتحسي بايه؟ مش متنفسي، وشي متنفس رجليا. ما كنتيش بتبقي قادره تمشي؟ كنت بتبقي قادره تمشي على رجلك؟ لا ما كانش. وكان يجي لي نوم على طول ما اقدرش اقوم. يعني جنبك وجعاكي، وشك وارم، نفسك مش قادره تاخديه. كان عندك كم سنه بقى يا نسمه ساعه ما تعبتي قوي كده؟ هي تغسل لها 3 سنين 16 زي 14 سنة. يعني من وانت عندك 14 سنة ابتديتي تتعبي؟ لا ده غسلة، ده هي ده انا معالجتها هي وصغيرة في ال. طب دي بدت يعني زي اخوك ده يطلع عندها 10 سنين ابتدت تتعب من عمرها 10 سنين. كان وشها متنفخ، ادنبها متنفخة، ما قدرش تنطق من صدرها. فروحنا وديناها للدكتور بابا، قعدت نعالج فيها لغايه ما وصلت 14 سنة. الدكاترة برضه متابعينا كل شهرين تحاليل. طب الدكاترة ما قالوكيش ايه السبب؟ يعني هي تالت طفلة قالوا فيه مشاكل بين الأب والأم. الدكتور الأخراني ده قال فيه مشاكل في الوراثة، يعني في الجينات بتاعت الأب والأم. هن جرايب. وفي دكتور تاني قال لك لا ده مرض واحد خاشش واحد. يعني حاجه طبيعيه ملهاش علاقه بالوراثه. أيوة. يعني طب ليها علاج؟ قال لك لا ملهاش علاج. يعني تبعت مع الدكاتره انا في دهية اخر تحاليل، راح الدكتور قال لا عملوا لها عمليه في دراعها عشان ما تتعذبش زي الولد. ما الولد غسلوا على طول على مفاجعه، يعني ما عملهمش عمليه في دراعها. العمليه اللي هي بتقدر لما يحطوا لها ساعه الغسيله ايديها ما تورمش. كانوا الاول للولد يحطوا كسره في رقبتهم. ايوه يعني شنو ده؟ غسل من رقبته وغسل من صورته وغسل من وركه، تعذب من دي. لما عرفها الدكتور انها راح تغسل، راح قال لها حرام عليكم عملوا لها جهاز في دراعها. فروحنا عملنا لها جهاز في دراعها، ولما اشتغل الجهاز خشت على الغسل على طول. وبتغسل ثلاث مرات في الاسبوع. وبرضه بيفرق معاها من الاربع للسبت. ايوه اليومين دول بيبقوا تعب صعب بالنسبه. صعبة. طب هي في المدرسه؟ لا مش متعلمة. ما فيش حد متعلمة فيها. طيب أبنوب بقى بيشتكي من إيه وإيه تعبه؟ أبنوب عندها مرتزم علت فيه علته، ورحت بطلت من العلاج، وعندها نيني علت فيه. عنده روماتيزم وأنيميا؟ إيه. طب اكتشفتي إزاي إنه عنده روماتيزم؟ ما أنا كنت متابعة دكتور. يعني ابتديتي تحسي بإيه عشان توديه للدكتور؟ كان يشكي برجليه. يعني اقول لك انا ما قدرتش يوم نطلع السلم، بيطلع ويروح متلجح في الارض. كان وهو صغير الكلام دوت، مثلا عمره يطلع 5 سنين مثلا؟ لا يطلع عنده 10 سنين. رحت وديتها للدكتور قال لي عندي عندها انيميا وعندها روماتيزم وانيميا. طب وياسا؟ ياسا ده رحنا بيها للدكتور قال له عندها انيميا برضو. طب هما بياخدوا بقى فيتامينات، بياخدوا ادويه تقويهم من اي غسله؟ الياسا وابانوب؟ لا صراحه بطلت، ما اعطيتهمش، ما اديتهمش ادويه. يعني طب ليه فتره بطلت منهم؟ ليه بطلتي وقفتي الادويه؟ الظروف. طيب الـ يعني تقصدي تقولي ان هم مصاريف الادويه كتيره مع الولاده الغسيل مع نسمه واخوها والعيال التعبانه دي. نشكر ربنا الحمد لله. باباهم بيشتغل ايه؟ اشتغل كان شغال في الشركه، زي ما تقولي صعبه الشركه. راح في البالستيك، يعني ينقض الشباشب القديمه من النعل من الوش. بس ده شغلته باليوميه، مش حاجه ثابته يعني. زوجي. مش حاجه ثابته. نشكر ربنا الحمد لله. الحمد لله. شكرا. حلو، شكرك لربنا. ده احنا نتعلم منك بجد. الحمد لله. اشكر رب.
احنا واحنا معاكي دلوقتي تقولي ايه وتطلبي ايه؟ تقولي ايه لربنا وتطلبي منه ايه؟ نطلب ربنا، نشكر ربنا انه يشفي ولادي ويخشوا عليا بس. ونفسك ان هم يجي لهم كده ان شاء الله تبرع كده. امين. نشكر رب، ربنا يديهم ويفرحك بيهم ان شاء الله. عشمان عند كل القديسين يعني لهم معجزه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربنا يمد ايده ويفرحك بيهم. ربنا الحمد لله يمد ايده طول ما انت بتصلي بقلبك الجميل. وشكر ربنا دوت هيكمل شفاهم على خير باذن الله. صدقيني نشكره يعني على كل حاجه الحمد لله. وبعدين انت ربنا كده مديكي شفيع ملاك سافر السماء هو يصلي عنكم. واطلبي بس شفاعته فوق في السماء. ربنا يخلي لك ولادك ان شاء الله يبقوا كويسين وزي الفل. شكرا. وانت بقلب الام اللي بيصلي دوت هيبقوا ان شاء الله هيفرحك بيهم باذن الله. طب تقولي لايه لاي حد عنده حد واحد عيان في البيت تقولي له يقول ايه؟ نشكر ربنا، نشكر ربنا على اللي دي بقى ربنا نشكره. التجربه صعبه. صعبه بس الواحد يشكر ربنا برضه يعني الواحد ما بيداش حاجه يقول اشكرك يا رب. انا بشكرك على يعني انا فرحانه ان انا قاعده معاكي بصراحه. شكر ربنا. ربنا وربنا يفرحك باولادك على قد الشكر دوت. ربنا معاكي ويطمنك عليهم. وصلتي ازاي لبرنامج اين انت؟ والله الصراحه واحد متابع يعني دي بركه للعيله مش يعني دي شهريه والحاله يعني دي بلوم حبه رز دشة فرخه قدها بركه. هي بركه نشكر رب. في انا قلت لصراحه حتى عشان البيت صعبه اما الواد برضه صعبه صعبه مش زي البيت. قلت لها تتصل لي يعني بسيدي فين معلش حتى لو يساعدونا يركبوا كليه للبيت بس راح برضه طلع ابن حلال واتصل. انت اللي بنت حلال وربنا وربنا مش هيسيبك وهيفرح قلبك ان شاء الله. نشكر رب. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يفرحك بيهم ويبقوا زي الفل باذن الله. بس هذا الواحد يعمل ايه طيب؟ نقول يشكر ربنا وخلاص. ربنا معاك يا حبيبتي ويفرحك بيهم. نشكر رب. مولاي حينا بينهم تنزع البغضاء منهم والخصام. كنت يا قدوس قلبا مشفقا فملأت الكون حبا وسلاما. كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل وأبا بين اليتامى. قد أقمت الميت والأعمى رأى والطريح المقعد اشتد وقام. مر المسيح بين البشر والمحتاجين للشفاء شفاهم، والمطروحين والحزانة إله العزاء هو فعزاهم. ونحن من تبعناه ونادينا وقلنا إننا أحببناه، أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل للسماء؟ أين أنا؟ أين أنت من هؤلاء؟